السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هشام عبد الرحمن عبد الرقيب. أجيت لأؤكد دعمي لرئيسنا إسماعيل عمر قيلي، وهذا لعدة أسباب. من ضمن هذه الأسباب هو الأمن والأمان الذي تتمتع به جيبوتي، وهي مجاورة لكثير من البلدان التي فيها نزاعات، وهذا الحمد لله. كمان أخيرا أنا اختياري الرئيس إسماعيل عمر قيلي، وأدعو الشباب أن ينضموا إلي لسحب بطاقاتهم لنصوت معا يوم 9 من أبريل 2021.